إطار تحكيم انتشار الأمثلة العقلاني والهادف من العنصر البشري بغاية مراكمة المزيد من العطاء النوعي والكفي في مردوديتهم خدمة لرعايا صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكذا تنفيذ للتعليمات الملكية السامية والداعية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر من خلال تفعيل وتكريس مبدأ الترقية في الدرجة والمهام لارتكاز على معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وذلك من أجل تحقيق استحقاقات وإنجازات أكثر على المستوى الترابي والرقي بعمل الإدارة الترابية وفق دينامية إيجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين ومواكبة انتظاراتهم. إن هذه الحركة الانتقالية تجريها وزارة الداخلية قد تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، والمبني على مقاربة أكثر تثمينا للعنصر البشري ومحيطه وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من الفضاء الترابي الجغرافي والبشري لنفوذ رجل السلطة محورين أساسيين في تقييم أدائه. كما أن هذه الحركة الانتقالية بصفوف السادة رجال السلطة الجدد صاروا خط دينامية إيجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية تفعيلا للمفهوم الجديد للسلطة، تسهل النهضة بالتواصل والتطورات الكبيرة التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين ومواكبة الإصلاحات الجوهرية التي يعرفها المغرب في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لعائلة المفدى صاحب جلالة الملك محمد السادس رحمه الله وأيده. كما تهدف هذه الحركة كذلك إلى تفسير سياسة القرب من المواطن والانخراط الإيجابي في التعاطي مع قضايا المواطن الاجتماعية والاقتصادية كأساس للتجسيد الفعلي للمفهوم الجديد للسلطة الذي أرسى قبائل صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من خلال تأسيس دورها كإدارة مواطنة منفتحة على انشغالاتهم وتطلعاتهم، موازاة التعبئة المستمرة التي تشمل كافة الطاقات والفعاليات المحلية للمنتخبين ومجتمع مدني وقطاع خاص، كل من موقعه للانخراط الإيجابي والفعال في الأوراق التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وبهذه المناسبة أتشرف وأقدم لكم سادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بهذا الإقليم وكذا من دعم مسارهم المهني. السيد عبد الحميد غيوان باشا مدينة سطات للمواليد سنة 1981 بتوناك، حاصل على دبلوم دراسة عليا في تدبير المشاريع ودبلوم معهد ملكي للإدارة الترابية 1945، ورشد إدارة سنة 2008 حيث عمل كقائد بحق إداري لعمل قطع الدار البيضاء أنفاق من سنة 2010 إلى سنة 2015، وقائد قيادة بيركن بشكل أوسط سنة 2018 إلى 2019، ثم قائد مهمة بمركز حدود القرقرات، وقائد رئيس دائرة بيركن بشكل أوسط سنة 2019 إلى سنة 22، ثم باشا وأمراه من 22 إلى 23. السيد عبد الوافي من مواليد سنة 66 بمراكش، حاصل على دبلوم دراسات معمقة في الاقتصاد، خريج معهد ملكي إدارة ترابية فوق 99، ورجل إدارة سنة 92، حيث عمل كقائد للمحقة الإدارية الأولى للدار البيضاء سنة 94 إلى 2001، ثم قائد للمحقة الإدارية 92 للدار البيضاء، ورئيس دائرة حي محمد عين سعد النيابة من 2001 إلى 2005، وقائد للمحقة الإدارية الثانية في عمالة الرباط من 22/8 إلى 27/9/2005، ثم باشا هشام بن سويرة من 2005 إلى 2010، وباشا عزميز بن حوز من 2010 إلى 2013، وباشا وداوي بن تطوان من 2014 إلى 2019، ثم عمل باشا الطاوية بن زراعنا منذ 2019. باشا من المراه من موارد
الرئيس الحي محمد 95/2000 ثم امتصر المساعد العام للرئيس الحي محمد 2004 ورئيس الملحقة الإدارية باب الكوخة بفاس من 2004 إلى 2010 ثم رئيس الملحقة الإدارية باب الشفاء لعام الرسالة من 2010 إلى 2012 ورئيس الملحقة الإدارية الصفاء بقرية ولاد موسى لعام الرسالة من 2012 إلى 2014 ثم قائد قيادة السلطان لعام مراكش من 2014 إلى 2016 ثم باشا شجاع السلطان لعام مراكش من 2016 إلى 2019 ورئيس الدائرة الحضرية الأولى من 2 مليون من 15 أغسطس 2019 إلى 19 أغسطس 2020 ثم رئيس الدائرة الحضرية الثانية بإقليم عيون من 22 إلى 23. حاصل على شهادة إجازة العلوم السياسية ودبلوم الدراسات العليا في القانون
2018 في المقاهي المحمدي الداري الخامسة أولاد وشيخ بيتي وفرع الدراب من 2018 إلى 2019 المقاهي المحمدي الداري الثالثة للبشرية الثانية من 2019 والمقاهي المحمدي الداري الثالثة للبشرية الثالثة إلى الآن. السيد عبد الله جاني قائد المحقق الإداري لكريستات المواليد سنة 1975 من المسيمة حاصل على شهادة إيجاز بالدبلوم الملكي إدارة كرة في 45 ولجنة إدارة سنة 2008 حيث عمل كقائد عين فردي في إقليم سيدي قاسم ثم قائد قيادة سيادة الإمتيجين وقائد قسم الشؤون الداخلية إقليم الناظور. السيد عبد الله الإله صبريمي قائد الحق الإداري لإقليم من موالي سنة 1980 للدار البيضاء حاصل على إجازة القانون الخاص بوزارة مصر في قانون أعمال الشركات ودبلوم معهد ملكي دار الترابية الفوز الرابع والأربعون ورجل الإدارة سنة 2007 حيث عمل قائد قيادة وحدة في إقليم الشفشاوي من 2010 إلى 2012 وقائد قيادة منها في إقليم الرشيدية من 2013 قائد قيادة عين الحصن لعمل التطوان من يناير 2014 إلى 1/5/2014 الرئيس الملحق الإداري الثاني للبشرية التامة في إقليم التامات من 2014 إلى 2019 ثم رئيس الملحق الإداري النهضة دائرة الحضرية الجيدة بعمل أجساد السلام من 2019 إلى 2023. السيد محمد سالم جريسان قائد الحلقة الإدارية بإقليم سطات من موالي سنة 1984 بجنين حاصل على إجازة في الاقتصاد والماستر في الاقتصاد ودبلوم معهد ملكي الإدارة الترابية 53 ورجل الإدارة سنة 2016 حيث عمل مستخدم المحطة التجاري وفاقوم بتاريخ 21/12/2007 ثم قائد قيادة التيم السالي بتاريخ 8/2019 وقائد قيادة الأحباب بإقليم فنيبرا إلى 2023. وبهذه المناسبة أتقدم رسمنا باسمي وباسم جميع السادة رجال السلطة الجدد تهانيي على تعيينهم بهذا الإقليم العزيز وتمني لهم كامل التوفيق والنجاح في مهامهم طالبا منهم الانخراط الجدي والقوي في أوراشي التنموية الكبرى على مستوى نهوضهم والترابي لا سيما اوراش مبادره وطن التنميه البشريه كما اطلب منهم التحدي بروح المسؤوليه والالتزام الكامل والتعاطي مع مختلف القضايا والمشاكل بمناطق نفوذه وباعتماد اجراءات اداريه وقانونيه في مواجهتها منبها الى ان المشاكل في البناء غير القانونيه والتراجع على اراضي الجنوب والملك العمومي والاجهاد المائي هي مشاكل اساسيه وذات اولويه قصوى كما ادعوه للاستغناء والاستماع لمشاكل الرعايا صاحب الجلاله نصره الله والتعاطي منا معهم من العمل على حل مشاكلهم وتوجيههم ومواكبتهم وتقديرهم كما احثهم كذلك على العمل لجلب الاستثمار وخلق فرص الشغل لشباب المنطقه. كما تقدم كذلك بالشكر الجزيل للساده رجال السلطه الذين عملوا طيله هذه الفتره التي قضوها بهذا الاقليم على المجهودات والتضحيات التي بذلوها في الصالح العام وعلى وجه الخصوص التدبير الامثل الذي ابان عليه من خلال المواكبه الفعاله الحركه التنمويه على المستوى المحلي بجانب للانخراط الفعال والايجابي في تسيير الشان العام المحلي باعتماد اسلوبه ومنهجيه الحضور الايجابي التزام بتحقيق الاهداف الاستباقي والتنسيق والعمل بروح الفريق باحترام رؤسائهم المرؤوسين ومتمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديده للاقاليم التي تم تقريرهم اليها. وفي هذا الاطار اجدد الدعوه لكافه رجال السلطه العامه بهذا الاقليم الى الانخراط بشكل فعال في النهج الديمقراطي الذي تعرف بلادنا وكذلك للرقي بمراتب تعيينهم للمستوى بها وكذلك بناء عناية خاصة لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ومضاعفة
الطرف الحكومية والجماعات الترابية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني في إطار الأركان الجيدة التي تعتمد على تحقيق المردودية والتوصل إلى نتائج ملموسة عبر تكريم قنوات التواصل المتمثلة أساسا في نهج سياسة الحوار مع المواطنين وجعل مصلحتهم من أولويات عملهم تكريسا للمفهوم الجديد للسلطة الذي أرسى قواعده صاحب الجلالة الملك السادس صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب أن نستحضر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي لا زالت مستمرة والتي ستفتح آفاقا مستقبلية واعدة للعيش الكريم في المجتمع المغربي بكل فئاته ساكنة بإصلاح واحد على وجه الخصوص. وبالتالي وجب العمل كجسد واحد سلطات المنتخبين أجل تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين أينما وجدوا لتلبية حاجيتهم والإسراع في إنجاز المشاريع التنموية المحلية والرفع من مستوى عيشهم اليومي حتى نكون عددا صاحب جلالة محمد السادس حفظه الله. كما أطلب بهذه المناسبة جميع الفعاليات والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية وهيئات المنتخب لتقديم الدعم والمساعدة من خلال التنسيق المحكم الذين نرجوه جميعا في سبيل خدمة الصالح العام وذلك لتلبية السادة رجال السلطة الجدد من الاندماج في الجو العام للعمل الدؤوب بهذا الإقليم وكذا مساعدة في الاطلاع بالمهام الموكولة إليه كل في دائرة اختصاصه. وفقنا الله جميعا بما فيه خير هذا البلد الأمين تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب جلالة محمد السادس رحمه الله وأيده وأقر عينه بولي عهد صاحب السمو الملك الأمين الجليل مولاي الحسن وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملك الأمين مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إلى وسلم المجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.